بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المشاركون في الدورة التدريبية Thermal Power Plants، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ مساعد دكتور كاظم فاضل ناصر في اليوم الثالث من دورتنا. حقيقة اليوم نستعرض كيفية زيادة كفاءة الدورة الحرارية أو دورة القدرة الحرارية أو البخارية. ابتداء تمثل محطات القدرة الحرارية العمود الفقري من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، لذلك أي زيادة في كفاءة هذه الدورات وإن كانت قليلة هذه الزيادة حقيقة راح تؤدي إلى مردود باتجاهين، الاتجاه الأول زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، والمردود الثاني هو حفظ أو تقليل كمية الوقود المستهلك في هذه المحطات، وبالتالي له مردود اقتصادي. يعني أحيانا الدول المستوردة للنفط راح تستفيد أنه تقلل كميات النفط المستخدمة، وبالنسبة للدول المصدرة للنفط أيضا تقلل من كميات الوقود المجهزة لمحطاتها، وأحيانا تصير مشاكل. شفنا احنا في بعض المحطات عدم وجود الوقود، ما يعني ان هذه المحطات تستهلك كميات كبيرة من الوقود، فالمجهز أو الوقود المجهز لا يكفي، لذلك زيادة الكفاءة يؤدي إلى تقليل الوقود المستهلك. حقيقة زيادة هذه الكفاءة مبنية على عاملين، العامل الأول هو أنه نزيد درجة الحرارة المصدر الحراري المجهز للحرارة في البويلر، وبالتالي تزداد درجة حرارة البخار الواصل إلى التيرباين. والجانب الآخر هو أو العامل الآخر أنه نقلل درجة حرارة البخار الداخل إلى الكوندنسر أو إلى المكثف، وبالتالي راح نستفيد من هذه العاملين في زيادة الكفاءة. الحقيقة عندي ثلاث طرق لزيادة الكفاءة أو لتحقيق المطلبين. الأول هو lowering the condenser pressure، أنه أنا أخفض ضغط الكوندنسر. شوف أنه ضغط الكوندنسر الطبيعي هو 4-1، هذا الضغط الطبيعي، ممكن نخفضه إلى 4-1 بالمخطط هذا، وبالتالي راح نشوف أنه راح يصير عندنا زيادة. حقيقة هنا راح تكون عندنا زيادة بالورك أو بشغل الدورة كاملة، اللي راح تجيني زيادة متمثلة بالمسار 4-1-2-2-1-4، كل هاي تمثل لي زيادة بشغل المحطة، بالإضافة لأنه راح يصير عندي زيادة بكمية الحرارة المجهزة أيضا راح تزداد أوتوماتيكيا من خلال المساحة 2-2-1-1، وبالتالي راح كل ما زاد شغل المحطة كل ما زادت كفاءة المحطة. شوف أنه عادة الضغط هنا ينباوع أنه الضغط الرابع في نقطة 4 حقيقة هو يكون هنا أكبر من الضغط في نقطة 4-، وبالتالي نحقق المطلب الرئيسي وهو تخفيض درجة حرارة الكوندنسر. احنا لما خفضنا الضغط حقيقة حققنا الشرط الأول وهو أو الشرط الثاني من الشروط زيادة الكفاءة، تقليل درجة حرارة المكثف. حقيقة العامل الثاني لو نجي نشوف تسلسلا هو سوبر هيتنج ذا ستيم تو هاي تمبرتشر، انه انا ممكن ازيد درجة حرارة الستيم في منطقة السوبر هيتنج. طبعا هذه الزيادة تتم من خلال سوبر هيترات او سوبر هيترز معينة تكون خارج البويلر، يعني بالمسافة 3-3 هنا على المسار ممكن انه نضيف سوبر هيترات، وبالتالي هنا نقدر نزيد درجة حرارة الستيم بدون زيادة الضغط، هنا نركز عليها بدون زيادة الضغط، فقط نزيد حرارة الستيم
مواصفات السوبر هيتر. ايضا نلاحظ انه كميه الحراره هنا راح تزداد، لان احنا نعرف ان كميه الحراره اريا اندر ذا كير، ف3 3 دش راح تمثل لي زياده بكميه الحراره المجهزه. بالاضافه الى ذلك شغل الدوره راح يزداد من خلال المساحه الموجوده هي 3 3 دش 4 دش 4. هاي الزياده كلها راح تجي بالورك، وبالتالي زياده الورك معناه زياده كفاءه الدوره. طبعا احنا عندنا محددات لحد الان، يعني ممكن تصل درجه حراره الستيم لحد الان في نقطه 3 دش في اي محطه بالعالم الى 620 درجه مئويه. بعدها ما نقدر نوصل لاسباب حقيقه هنا تتعلق بالمعادن، لانه يعني ممكن يصير عندنا فشل بمعدن الانابيب، انابيب الناقل للبخار. لذلك يجب ان نفكر انه اي زياده فوق ال 620 درجه مئويه لازم يصاحبها هنا حقيقه الاستعاضه بماده تكون ماده هندسيه تتحمل درجات حراره فوق ال 620 درجه مئويه. والحقيقه السيراميك هنا are very promising in the regard، وهذا مجال بحثي يمكن لتخصص المواد الهندسيه والتصنيع اللي موجودين بالدوره، ممكن انه نحقق بحث مشترك. انا مستعد ان اتعاون وياكم في مجال الثيرمو، يعني مشتغل بحوث بهالاتجاه حقيقه من 2000 من سنه 2003 لحد الان، ناشر بحوث في هذا المجال، مجال زياده الضغط وزياده درجه الحراره في محطات قدره كهربائيه. واكاد اكون تقريبا الوحيد اللي مشتغل بهالمجال، يعني ما لقيت بيبرات، حتى استعانت بيبرات من المانيا وامريكا، ما لقيت بيبرات عراقيه وقت. وعندي بحوث مهمه جدا بهالمجال وهذا المكان بالذات واماكن اخرى بالمحطه راح استعرضها لما نوصل. هاي النقطه الثالثه انه كيف اساعد او ازيد من كفاءة المحطة. النقطة الثانية العفو. نجي للعامل الثالث هو increasing the boiler pressure، ممكن أحقق زيادة في درجة حرارة المجهزة للبخار بزيادة الضغط، وشيء طبيعي عندما يزداد الضغط. لو نشوف هنا الضغط 2 2 3 2 3، هذا يمثل الضغط الطبيعي للمحطة. إذا أزيد الضغط 2 داش 3 داش هنا راح يزداد الضغط، فتكون عندي زياده وين؟ بكميه الحراره المجهزه ايضا تزداد اوتوماتيكلي، وتزداد درجه حراره التجهيز الافرج تمبرشر. الافرج تمبرشر نقصد بها حقيقه التمبرشر اللي تكون في منطقه الساتشوريتد هنا، وبعدين السوبر هيتنج قلنا احنا نقدر نتحكم بها. ممكن ايضا نزيد البريشر الى اعلى من هذا الحد، حقيقه اعلى من هذا الحد، ممكن زيده الى منطقه السوبر كريتيكال يسمونه، فوق الكريتيكال بوينت. وفي هذه المنطقه الماء او السائل لا يمر بحاله الميكسر او حاله الساتوريتد ميكسر، وانما يتحول مباشره من السائل الى بخار، لذلك تزداد كفاءه المحطه وجميع الماء المستخدم يتحول الى بخار، عكس المحطات السابقه اللي بيها ميكسر. حقيقه اللي نشوف هنا بيها تعقيد، لانه يعني الميكسر هنا لازم يسوون عمليه فصل للستيم، يسحبوه بشفاطات معينه ويوجهوه بعدين للسوبر هيترز، والسائل يرجعوه داون كامر الى الدرم السفلي، ومن ثم يعاد الضغط بعد ما يختلط بماء الدوره كليه. اما السوبر كريتيكال لا، السوبر كريتيكال حقيقة هنا يخلصنا من كثير أمور، ويخلصنا من عملية الفلاشينج، وحتى أمور الصيانة تكون مختصرة. أنا مشتغل هذا البحث، الوحيد حقيقة بالعراق مشتغل هذا البحث، ومحقق نتائج جيدة، وفي مجلة عالمية ناشرة، ومقدمة إلى جهات رسمية، يعني وصلته وما أعرف ما صار.
احنا ضغط الكريتيكال بالنسبه للسوبر كريتيكال للنوع حقيقه احنا لو نجيب هو 22.06 ميجا باسكال، 22.6 ميجا باسكال. طبعا المحطات العالميه الان تشتغل بالسوبر كريتيكال بال 30 ميجا باسكال، يعني متجاوز ال 22 بكثير. طبعا هذا الحكي في محطات عالمية، مثلا في أمريكا أكثر من 150 محطة تشتغل بمنظومة أو بنظام السوبر كريتيكال بريشر. طبعا يصل توليد اليونت الوحدة في هذا السيستم وفي هذا الاستخدام إلى 1000 ميجا واط، 1000 ميجا واط لليونت الوحدة. إذا كانت المحطة بها 4 يونت فممكن يصير 4000 ميجا واط، ونعرف ال 4000 ميجا باط تكفي ربما محافظات. نجي للكفاءة. الكفاءة حقيقة في المحطات السوبر كريتيكال وصلت 40%، أعلى كفاءة وصلت 40% لما نستخدم الفوسل فول، يعني الفرن اللي هو بالوقود ممكن توصل 40% الكفاءة. وليش؟ بينما بالنووي لو نجي بالمحطة النووية وصلت 34، بالنسبة لنا على السوبر كريتيكال توصل إلى 34%. طبعا هنا السبب يعود إلى أنه بالنسبة للفوزل أو الوقود ممكن تتحكم حقيقة هنا بدرجة الحرارة، بدرجة الحرارة ممكن تتحكم بها في الوقود الطبيعي، بينما بالنيوكليار او النووي ما يقدر يتحكم بيه لانه اكو سيفتي فاكتور هناك يسموه او سيفتي ريزونز، اسباب حقيقه للسيفتي للامان، ما يقدر يزيدون درجه حراره اكثر لان قد يكون يصير انفجار او يصير مشكله بالمحطات، وهذا ما شفناه في المحطه الروسيه لما زاد اكثر سبب انفجار تشيرنوبل وصارت الكارثه العالميه. لذلك ممكن انه نكون احنا نفتح مجال بحثي في استخدام حقيقه السيراميك لصناعه الانابيب في محطات الطاقه الكهربائيه، بس يراد شغل وفحوصات وايضا ثيرمال اناليسيس. ككيس ستدي هنا لو نشوف هنا ناخذ محطه كهربائيه نشوف انه تشتغل بين ضغطين هو 10 كيلو باسكال و 3 ميجا باسكال، ودرجة الحرارة مالت دخول الستيم للتيرباين 350 درجة حقيقة. سوى هنا شغلتين، الشغلة الأولى بقى الضغط نفسه بس زيد درجة الحرارة لل 600، يعني استخدم سوبر هيترز لل 600 وصل، فيقول شوف الكفاءة تغيرت. والشغلة الثانية اللي سواها هنا بقى ال 600 درجة حرارة، ثبت ال 600 درجة مئوية وزيد الضغط من 3 إلى 15 ميجا باسكال. حقيقة هنا بعد التحليل للدورة بقوانين الثرمودينامكس القانون الأول والقانون الثاني للثرمودينامكس ما استخدمنا غيرها، حقيقة وجدنا أنه الكفاءة هي بالشكل الطبيعي بدون زيادة درجة حرارة وبدون زيادة ضغط هي على 33.4%، 33.4% عدم استخدام أي من الطرق. بينما عندما استخدمنا زيادة درجة الحرارة إلى 600 ومع إعادة التحليل بالدورة كاملة هنا لقينا أنه الكفاءة زادت إلى 37.3،